بسم الله الرحمن الرحيم. ستشرق الأرض يوما بنور العدل والقسط بحضور أبي القاسم محمد بن الحسن المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله، ولكن ستشرق على الطيبين الأخيار المتقين العاملين بشريعة الله العادلين مع ربهم ومع أنفسهم ومع الآخرين، لا يعتدون ولا يظلمون. وأما الظلم والفاسدون فلهم الخزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب مهين. مولد مبارك ولطف عميم وعشق عظيم وانتظار طويل وظهور مؤكد في الموعد الإلهي حين نتهيأ لاستقباله ونمهد بالنفس وبالحياة، فعلى أمل كبير باللقاء نسأل الله الثبات. مشاهدينا ومستمعينا الأحبة عبر شاشة قناة الإيمان الفضائية وأثير إذاعة البشائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعطر التهاني والتبريكات أرفعها إليكم في هذه الذكرى المباركة العطرة، ذكرى ولادة صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. إذن دولة العدل الشامل وعد إلهي حتمي وباب مفتوح على القسط من قلب العتمة، عتمة الظلم والجور. فما هي خصائص هذا المشروع وأي ضرورة يمثلها في مسار الرسالات والدعوة الإلهية لبسط العدل؟ ماذا عن المشككين وخلفياتهم وأي عراقيل نفسية وعملية يخلقونها في طريق التمهيد لهذا الحلم؟ المهدي المنتظر، مشروع العدل الشامل، عنوان حلقة الليلة من برنامج فتبينوا. وللحوار حول هذا الموضوع اسمحوا لي مشاهدينا ومستمعينا أن أرحب بضيوفي لهذه الحلقة. معي في الاستوديو مدير حوزة المعهد الشرعي الإسلامي سماحة الشيخ زهير قوصان. مساكم الله بالخير مولانا. حياكم الله. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بألف خير وجميع الأمة إن شاء الله، جميع المستضعفين في الأرض أيضا بخير إن شاء الله. أكيد طبعا. كما يسعدني أن أرحب بضيفي من إيران، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة، سماحة الشيخ غريب رضا. سماحة الشيخ أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة العطرة. كل عام وأنتم بخير، وتحياتي لك ولضيوفك الكرام ولجميع مشاهدي قناة الفضائي. تحياتنا القلبية سماحة الشيخ. طبعا سيكون معنا في القسم الثاني من الحلقة من لندن سماحة الشيخ حسن التريكي، مدير منتدى الثقافة والإعلام الإسلامي في بريطانيا. سماحة الشيخ زهير قوصان، مدير المعهد أو حوزة المعهد الشرعي الإسلامي، من جديد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. عندما نتحدث عن فكرة المخلص، نلاحظ أن هذه الفكرة اجتمعت حولها الأديان السماوية. من هنا نسأل، ما هي الحاجة الإنسانية لهذا المخلص، لهذا الغيب الذي ينتظره الإنسان، لهذا المشروع الحلم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. الإنسان بطبعه مفطور على الكمال. نعم. ومفطور على حب الخير، وبشكل دائم وفي كل مراحل حياته ينشد العدل والقسط والإنصاف. نعم. ولما كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا منذ بدء الخليقة يتعرض في شتى مراحل حياته إلى صنوف من العذاب والظلم والاضطهاد والاستضعاف، ويتطلع دائما إلى رفع هذا الظلم عن كاهله والتخلص والتحلل من أعباء هذا الظلم والاستبداد. فمن هنا لابد للإنسان دائما أن يسعى لتحقيق هذا الحلم وتحقيق هذا الهدف. وفي المقابل، عندما نلاحظ من خلال مسيرة الأنبياء والرسل عبر التاريخ أن كل الرسالات وكل الديانات وكل الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، إنما كانوا يؤكدون في كل رسالاتهم
أن الله إنما بعثهم لإقامة العدل وإرساء دعائم القسط والإنصاف في الأرض. ومن هنا لما رأى الإنسان أن هذا المعنى حتى يومنا هذا لما يتحقق بعد، نعم، فلا بد من أن نطرح السؤال على أنفسنا، نعم، وعلى الواقع كله، هل ما وعد الله تعالى على لسان أنبيائه فيه شيء من الشك والريبة؟ ونحن نعلم من خلال ما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وقبله الأنبياء والرسل أن الله لا يخلف وعده، نعم، وأنه صادق الوعد. فإذا متى يتحقق العدل؟ متى ينتشر القسط ويسود الحب والأمن والسلام؟ من ضمن هذا الوعد وتلك الأرض يرثها عبادي الصالحون. فلذلك لابد لنا أن نتطلع إلى يوم آت لا محال يتحقق فيه الوعد الإلهي، لأنه وعد حتمي لابد أن يتحقق. وعلى هذا الأساس في كل مرحلة من مراحل الحياة نتوقع أن تكون هذه هي المرحلة التي يسود بها العدل، نعم، ويتحقق بها وعد الله عز وجل. ونحن بالانتظار، نعم. فجاءت على لسان الأنبياء سواء في العهدين القديم والجديد أو فيما جاء على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منطلقا من القرآن الكريم، الوعد بتحقق العدل الإلهي وانتشار القسط في الأرض عامة من خلال شخص يحمل اسم المهدي محمد بن الحسن كما نعتقد نحن الشيعة، نعم، وبعض المسلمين من المذاهب الأخرى، سيكون نشر العدل وبسط القسط والإنصاف على يديه بإذن الله في يوم من الأيام. طيب. ولذلك نحن نتطلع إلى هذا اليوم الذي طواه الله تعالى في غيبه ولم يطلعنا على أوانه وعلى ميقاته، ولكن الأمل فينا موجود من خلال ما أخذناه عن النبي الصادق المصدق، وهو الذي أكد أنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يرث الأرض رجل من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجهلا. سماحة الشيخ، سوف نأتي على موضوع تأصيل مسألة المهدوية وظهور الإمام المهدي، ولكن أريد أن أنتقل إلى ضيفي من إيران سماحة الشيخ غريب رضا. سماحة الشيخ، إذا كانت فكرة المخلص هي حاجة فطرية لأن الإنسان مفطور على الكمال، يحب أن يسعى، يعني يسعى لكي يصل إلى هذا الكمال، برأيكم كيف نستطيع أن نركز أكثر مشروع الإمام المهدي على أنه مشروع مكمل لخط الرسالات وليس شيئا منفصلا عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هناك في الحقيقة جانبين أساسيين في الثورة والنهضة المهدوية في آخر الزمان، نعم، وهناك وعدان إلهيان يتحققان عند ظهور ومجيء الإمام المهدي. الجانب الأول هو الجانب العقائدي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نرى اليوم في العالم أن العالم تحول إلى معركة العقائد والأفكار والمدارس البشرية المنوعة والمتعددة، كل مدرسة ينظر إلى جانب من متطلبات الإنسان ومتطلبات الحياة الاجتماعية أو الفردية ويضخمها من دون النظر إلى التناسق والتجانس بين متطلبات الإنسانية الشاملة والمتطلبات الاجتماعية. نعم. فلذلك
نجد أن الحياة أصبح صراع بين العقائد والأفكار والمدارس. كما وعدنا الله تبارك وتعالى في الجانب العقائدي، بعد تجربة مريرة للإنسان وبعد مضي حقب تاريخية متعددة، يصل الإنسان إلى أن هذه المدارس البشرية وهذه التنوعات الفكرية لا تقدم للإنسان حلاً نعم. جذرياً وفي الحقيقة للخلاص في البشر من نعم. الأزمات التي يعيشها. لذلك ينتظر الموعود الذي يأتي ويقدم له الهداية والفكر الصحيح والمدرسة الصحيحة الفكرية والاجتماعية. هذا من جانب. نعم. ومن جانب آخر، كما أشار إلى ذلك سماحة الشيخ، جانب تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأمر هذا الأمر الفطري الذي ينشده الإنسان بما هو الإنسان، والإنسان في كل مراحله الفكرية في طيلة التاريخ والحقب الحضارية التي تجاوزها الإنسان من لدن آدم، نبينا آدم وأبونا نعم آدم إلى يومنا هذا. العدالة كما قرأنا في أصول الفقه من المستقلات العقلية، مما يدركه الفطرة البشرية، نعم ولو تدرك الفطرة البشرية وتنشد في الحقيقة. وكما أيضا أشار بصحة ودقة سماحة الشيخ أن هذا الأمر الفطري نعم يتناسب مع الوعد الإلهي أها في جميع الأديان الإبراهيمية، يعني الأديان مثل اليهود والنصارى والدين الإسلامي الحنيف. نعم سماحة الشيخ اسمح لي، هذا عفوا التناسب عفوا بين سماحة الشيخ اسمح لي ولو قاطعتك، هناك خلاصة استخلصتها من نعم جواب سماحة الشيخ زهير، الجواب الأول، أريد من سماحتك أن تؤكد لي هذه الخلاصة أو أن تصححها إذا صح التعبير. كأنني فهمت من جواب سماحة الشيخ زهير أن هذه الرسالات بامتدادها التاريخي كان هناك هدف كبير تسعى إلى تحقيقه، رغم كل هذا الجهد، رغم كل هذا التعب، إذا بدك نوح لحاله بقي 950 عاما مثلا، لم يستطع الأنبياء أن يحققوا هذا العدل الشامل لك يعني من في مسيرتهم، ولذلك نحن ننتظر هذا الإمام لكي يحقق مشروع الأنبياء. أولا ما فهمته صحيح، ثانيا قد ايه بيحملنا مسؤولية، يعني إذا كنا نحن في مرحلة أو عصر الظهور، قد ايه يحمل المسلمين مسؤولية كبيرة ضخامة هذا المشروع؟ طبعا الكلام صحيح 100%. حركة الإنسان نحو التوحيد ونحو تحقيق العدالة الاجتماعية، التوحيد كرمز للعقيدة الصحيحة، نعم والعدالة الاجتماعية وإقامة القسط كعنوان ورمز للعلاقات الإنسانية والاجتماعية الصحيحة. نعم حركة الإنسان في الحقيقة ينطبق أو تطلع الإنسان نحو تحقيق هذين الهدفين الأساسيين ينطبق على أوامر ودستورات ووعود الربانية في الأديان السماوية. فبالتالي الإنسان تحرك وانطلق عبر هذه الميل الفطري وعبر وعود الأنبياء وعبر ما أمره الله به الله تبارك وتعالى بلسان الأنبياء. هناك محطات، وكما عبر عن ذلك الشهيد مطهري، نعم ثورة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ففي الحقيقة هي القمة الأساسية لحركة الإنسان فردا وحركات الاجتماعية الإنسانية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. اجتماعية نعم بهذا الالتفات أن الاجتماعية يدرك الإنسان أن هذا التحول وهذا الحراك
وهذا الكفاح لتحقيق العدالة الاجتماعية نعم لن تتحقق كما ينشده الإسلام، ولن يشمل العدل العالم، ولا تأتي حكومة عادلة تستطيع أن في الحقيقة تحقق العدالة نعم لجميع البشر إلا بالموعود الإلهي. نعم فهذه العقيدة يجعل الإنسان ينطلق، يكافح، نعم يجاهد، ويحارب هذه العقبات التي أمامه من قبل أصحاب الثروة نعم والسلطة في الحقيقة العلاقات الاجتماعية الفاسدة. نعم هؤلاء بأفكارهم، بقوانينهم، بعلاقاتهم الحزبية والاجتماعية دائما يحولون دون دون تحقيق تحقيق هذا هذا المشروع. الحلم نعم، وهذا الأمل. وسيبقى الصراع، وسيبقى الصراع سماحة الشيخ. نعم. طيب شكرا، بس أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سماحة الشيخ غريب. أعود إلى ضيفي في الاستوديو سماحة الشيخ زهير قصان. طبعا لنا عودة إلى موضوع المسؤولية التي يحملنا إياها هذا المشروع وضخامة هذا المشروع علينا كمسلمين، ولكن أريد أن أسألكم، فكرة المهدوية أو مشروع الإمام المهدي، هل هي فكرة شيعية خالصة أم هي فكرة إسلامية عامة؟ يمكن نختلف في بعض التفاصيل، ومن أين انطلقت؟ أو بالأحرى، ما هي القواعد القرآنية والحديثية التي دلت عليها؟ طبعا ما يزعم أو ما يزعمه البعض من أن هذه فكرة نشأت عند الطائفة الشيعية أو المذهب الشيعي نعم نتيجة بعض الظروف الضاغطة التي مر بها الشيعة، لا سيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد بالأخص استشهاد الإمام الحسين عليه سلام الله. نعم. فلذلك بدأوا يمنون النفس بشخص يأتي لينقذهم من ما هم فيه من ظلم وطغيان وما إلى ذلك. نعم. ولكن المتتبع لروايات المسلمين كافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، والتي قد دعا حتى السنة نعم تواترها أنها متواترة، ادعى المسلمون السنة سنة تواترها أنها متواترة، أه. وأن هذه الروايات تدل على أن هناك رجل من آل البيت، من آل محمد صلى الله عليه وآله، ومن نسل فاطمة، ومن ولد الحسين عليه السلام، وهناك بعض الروايات التي تقول أنه من ولد الحسن. نعم. ولها نقاش وتأويل قد لا يتسع له المقام. نعم. فهذه الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووردت في صحاح السنة قبل الشيعة، أن هناك رجل يقال له المهدي من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن علماء السنة وكبار علمائهم من مؤرخيهم ومحدثيهم من يعتقد بولادته، وأن ولادته كانت في 15 من شهر شعبان نعم سنة 255 للهجرة، ومنهم من يروي أنه رآه وعاصره من السنة. نعم. فلذلك هذه المسألة ليست مسألة شيعية. نعم تمسك بها الشيعة دون سواهم من بقية المسلمين، لأنهم يعتقدون أن المهدي ولد وأنه ثاني عشر الأئمة المعصومين عليهم سلام الله، نعم. على خلاف ما يعتقده بقية المسلمين أو المشهور من المسلمين من غير الشيعة، حيث نعم. يعتقدون بوجود شخصية المهدي، إلا أنه سيوجد في آخر الزمان ولم يولد بعد، ولم يولد بعد، لكن قلة منهم قالوا بأنه ولد. نعم. فمن هنا نعتقد بأن هذه المسألة ليست مسألة شيعية، بل هي إسلامية، بل أكثر من ذلك هي إنسانية. نعم، أكدنا أنها إنسانية فهي وتكلمنا. فمن هنا نقول، وأيضا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، أنا أريد أن أقف عند القرآن الكريم. قد يقول البعض أين الآيات نعم. التي تحدثت عن شخص المهدي؟ نقول لهم وبشكل واضح وصريح، لا يوجد في القرآن آية ذكرت اسم الإمام المهدي أو تحدثت عن شخصية المهدي بشكل واضح وصريح حتى ندعي أنه نص عليه القرآن. نعم. وإنما هناك العديد من الآيات القرآنية، وإن نزلت في حوادث معينة
وفي أمم، وأشارت إلى أمم مشخصة، ولكن تبعاً للقاعدة الأصولية التي تقول أن المورد لا يخصص الوارد، لا يخصص الوارد. نعم. وهذا متفق عليه عند علماء أصول الفقه لدى الفريقين سنة وشيعة. وهذا إذا لم نقل بأن القرآن ليس كتاب قصص، وإنما هو دستور ومنهج. ثم لو ربطنا هذه الآيات بالمنظومة السننية، السنن الإلهية، السنن التاريخية والسنن الاجتماعية، وأن هذه السنن كما أكد الله سبحانه وتعالى لا تبديل لها ولا تحويل، وأنها جارية في الأمم على مر الزمان، وهذا ما أكده الله سبحانه وتعالى في أكثر من مورد في القرآن الكريم، حيث يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طيب، هذه الأحداث التي كانت تحصل مع الأمم السابقة، وعندما كانت تتعرض هذه الأمم لظلم وطغيان، ويشتد هذا الظلم والطغيان، ثم الله سبحانه وتعالى يرسل من يرفع هذا الظلم ومن يخفف وطأته عن الناس، وينطلق بهم نحو تحقيق العدل وتحقيق المساواة وتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة. ويؤكد الله تعالى أن هذه سنن تاريخية وسنن اجتماعية لا تتبدل ولا تتغير، فكما حصل مع السابقين فنحن نأمل أن يحصل معنا. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وآله فقد وسلم، تكفل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هنا ليظهره على الدين كله يعني ليكون هذا الدين الخاتم الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مهيمنا على كل الديانات وعلى كل الدساتير وعلى كل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ليكون هو الدين الحاكم. وهذا ما أكدته بعض الروايات، أن الله تعالى يطول هذا اليوم ليخرج رجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله يظهر الله الدين على يديه. حلو. الدين الذي ارتضاه، وهذا ما أكدته العديد من الآيات، مثلا منها الآية القائلة الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الأرض لابد أن يرثها العباد الصالحون الذين صلحوا. وهنا ما معنى وراثة الأرض؟ يعني أن يسودوا ويبسطوا سلطانهم، هي تدل على الحاكمية. تدل على حاكميتهم. فإذا أيضا قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما. هنا قد يقول قائل أن هذه تتحدث عن قوم فرعون. عندما كان فرعون طغى وهيمن وادعى الألوهية وكان معه هامان وجنودهما، فالله سبحانه وتعالى خسف بهم وأغرقهم وأعطى السلطة لموسى، فما دخل هذا بمهديكم الذي تزعمون؟ نقول إذا ربطنا هذا بالسنن التاريخية والسنن الإلهية التي حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى، فنقول كما أن الله نصر موسى وقومه على فرعون وهامان وجنودهما، سينصر الله سبحانه وتعالى بقية المؤمنين في آخر الزمان على فرعون وهامان العصر. وهو هذه القوى الظالمة والقوى الطاغية. يعني لذلك هي رسالة لكل فرعون ولكل هامان ولكل ظالم ولكل مستبد في الأرض. ومن هنا يعني قبل قليل قلت إنه إن القرآن هو منهج، هو يرسم منهجا للحياة في صراع الحق مع الباطل. سمحت شيخ، اسمح لي أن أعود إلى ضيفي من إيران. عذرا سمحت شيخ غريب، يعني أطلنا عليك قليلا، ولكن هذه المقدمة لابد منها، وهذا الجواب وهذا الكلام لابد منه من أجل أن أطرح عليكم سؤالا يتعلق بهذا الجانب، وهو هذا الخلاف الإسلامي حول مسألة المهدي ولد أو لم يولد، حتى أنه البعض يعني سمحت الشيخ قال أنه وردت هذه الروايات بتواتر لدى كتب المسلمين السنة. هناك ما يقول أنه خلاف عميق بين السنة والشيعة حول هذه النقطة. برأيك هذا الخلاف إلى أي مدى يؤثر على متانة الفكرة، وبالتالي يؤثر على جهوزية المشروع إذا صح التعبير؟
أنا في الحقيقة أعتقد أن التصور النمطي السائد اليوم نعم هو تصور مختلق وفي الحقيقة حديث، وعلماء السنة والشيعة لم يكونوا على هذا الاختلاف عبر التاريخ، نعم كما جمع بعض المحققون هذا التصريحات بولادة الإمام المهدي على سبيل المثال في كتاب منتخب الأثر في الإمام المهدي الثاني عشر نعم للعلامة المرجع المرحوم الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني. هو ذكر أسماء 65 شخصا من علماء أهل السنة والجماعة الذين صرحوا نعم بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبالتالي حجم القضايا المشتركة في القضايا المهدوية أولا كثير، يعني نستطيع أن نقول أن أغلب قضايا والروايات الواردة مثلا الملاحم والفتن في آخر الزمان نعم قبل الظهور أو على ما ظهور كما نسميها في ثقافتنا، هذه هي مشتركة أغلبها. نعم أن هذا من ولد فاطمة سلام الله عليها هي مشتركة، أغلب خصائص الإمام المهدي الواردة عند الشيعة والسنة مشتركة، وحتى قضية الاختلاف على ولادته لم يكن سابقا أو لم تكن سابقا هذه القضية من القضايا الخلافية الأساسية، حيث نعم كان هناك رأي قوي بين علماء أهل السنة على ولادته. نعم على كل حال أنا مع الحفاظ واحترام لكل الآراء المهدوية الموجودة بين الفريقين، هل هذه القضية المهدوية قضية يمكن أن نبني عليها الوحدة الإسلامية؟ نعم أي من المشتركات الإسلامية التي توحد الصف الإسلامي، أم من القضايا التي يمكن أن يستغلها أعداء الأمة وتيار الفرقة نعم ليمزقوا الصف الإسلامي؟ نعم أنا أرى عكس القضية المهدوية بالنظر إلى أن أغلب قضاياها وتفرعاتها ورواياتها هي مشتركة، بالعكس يمكن أن نطرحها كالعوامل المشتركة والأسباب المحققة للوحدة نعم الإسلامية، أي التمسك بالقضية الإمام المهدي والانتظار البناء الهادف من الأمور التي توحدنا حول هذه القضية. وأذكر لكم بعض القضايا على سبيل المثال، إخواننا المجاهدون في فلسطين، نعم أن هؤلاء إخوان أهل السنة. أنا رأيت أحد علماء غزة من أهل السنة من المجاهدين فقال لي نحن نأخذ البيعة للإمام المهدي في المساجد في غزة في فلسطين، نعم ونحارب من خلال هذه البيعة ونهيئ أنفسنا بالمحاربة مع الكيان الصهيوني الغاصب لندرب أنفسنا لأن نكون من جنود الإمام المهدي. فأنا سمعت هذا مباشرة، بعد ذلك رأيت في وصية أحد شهداء فلسطين نعم وهو أيضا من أهل السنة، هو الشهيد الذي في الحقيقة اخترع صواريخ قسام في فلسطين، فقال في وكتب في وصيته: فهذا الزمن زمن المهدي، أها وأنا أبايعه من الآن متى ظهر. إذا القضية الرؤية الجهادية في بيعة الإمام المهدي حتى موجود بين المجاهدين السنة اليوم في فلسطين. أو رأيت أحد الإخوة من الجزائر في سفري في أيام الحج، نعم فرأيت أمام بيت الله الحرام. أنا أريد أن أؤكد عليكم يمكن أن نبني على القضية المهدوية نعم هذا وننطلق للوحدة الإسلامية. نعم هذا الجانب سماحة الشيخ هو جانب مهم، وسنتناوله بإذن الله في القسم الثاني مع سماحة الشيخ حسن التريكي. يعني وسيبقى الإمام المهدي عنوانا ورمزا لكل طالب عدالة، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا أن نكون من أنصاره وجنوده. سماحة الشيخ غريب رضا، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة من إيران، كنت معنا، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الطيبة. شكرا.
عفوا، شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. سماحة الشيخ زهير، قبل أن أنتقل إلى الفاصل، من خلال كلام سماحة الشيخ غريب، والذي قال أنه يمكن أن نبني على قضية الإمام المهدي أو نبنيها على مسألة الوحدة الإسلامية، للأسف هناك من يتحدث عن اختراق الساحة الشيعية من خلال التشكيك بفكرة المهدي. برأيك، ولو أنه أخذنا جواب سريع قبل الفاصل، إلى أي مدى يشكلون خطورة، يعني هذا التشكيك يشكل خطورة على هذا مشروع الإمام المهدي؟ طبعا بالنسبة لمشروع الإمام المهدي، أنا لا أقول بأنه يؤسس للوحدة الإسلامية، بل يؤسس لوحدة إنسانية، إنسانية أوسع من الإسلامية. نعم، تحت مظلة قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جميل جدا. فالعدل الإلهي الشامل الذي سينتشر على يدي الإمام المهدي كما نعتقد هو الذي سيحقق هذه الوحدة. نعم، وهو الذي سيحقق معنى التوحيد. نعم، توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد الأمة الإنسانية. نعم، تحت هذا الإطار وتحت هذا العنوان. ولذلك بعض الذين لا يروق لهم أن تتحد الأمم وتتماسك وتعيش هذه المحبة وهذا السلام والأمن، يعملون على التشكيك بقضية الإمام المهدي وبمعظم القضايا الإنسانية، سواء كان منطلقها ديني أو غير ديني. كل قضية تأخذ طابع إنساني ويؤسس إلى إيجاد وحدة تجمع الناس جميعا تحت إطار واحد وتحت عنوان واحد، وتؤسس لإشاعة الحب والسلام والأمن والاطمئنان، أعداء الإنسانية وأعداء البشرية يعملون على التشكيك في هذه القضايا، ومنها قضية الإمام المهدي. ولذلك هذه التشكيكات وهذه الإثارات التي يثيرها البعض، سواء من داخل المدرسة الإسلامية أو المدارس الفكرية الأخرى، تشكل خطورة فائقة جدا على مشروع الإمام المهدي، وتؤخر في ظهور الإمام المهدي. يعني لأننا نعتقد بأن الإمام المهدي ينتظرنا كما ننتظره، فلا بد أن تتهيئ الأرضية المناسبة التي تستطيع أن تتحمل هذا المشروع. فهؤلاء يحاولون إعاقة هذا المشروع حتى لا توجد هذه الأرضية. فإذا سمحت الشيخ، لابد من التصدي لهذا التشكيك من خلال القواعد القرآنية والحديثية الثابتة، وطبعا بالحوار، والتي هي أحسن. سمحت الشيخ، طبعا سوف نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نعود إلى هذا الحوار الشيق. مشاهدينا ومستمعينا، فاصل قصير ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا ومستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم من جديد، وكل عام وأنتم بخير في ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أجدد الترحيب بكم سماحة الشيخ زهير قصان، مدير حوزة المعهد الشرعي الإسلامي في بيروت، ويسعدني أن أرحب بضيفي من لندن، سماحة الشيخ حسن التريكي، مدير منتدى الثقافة والإعلام الإسلامي في بريطانيا. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، وحيا الله سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميع المشاهدين. الله ونبارك لكم جميعا هذه الليالي المباركة، هذه الأيام، أيام ولادة ولي الله الأعظم. تبريكات للمؤمنين ولجميع المسلمين. نعم، ونضم صوتنا إلى صوتكم سماحة الشيخ، ويعني هذه التبريكات هي تبريكات متتالية بإذن الله، لأننا نعيش فعلا هذا الأمل وهذا التفاؤل بوعد الله سبحانه وتعالى. من هنا سأدخل مباشرة معكم سماحة الشيخ في السؤال. هناك جانب مهم في مسيرة مشروع الإمام المهدي، وهو أنه في كل مرحلة، في كل حركة صراع بين الحق والباطل، نلاحظ أن هناك شعورا عبر التاريخ، هذا موجود،
بأن هذه المرحلة هي مرحلة الظهور. برأيكم ما هي القواعد أو الجوانب التي تضيء فعلا على يعني على مرحلة الظهور، أم أن هذه الجوانب لابد أن تبقى مخفية لكي يبقى الإنسان بحالة تأهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ونكرر التبريكات لكم وللمشاهدين ولجميع المؤمنين والمسلمين. طبعا كما تفضلتم وكما تفضل سماحة المشايخ قبلي في الحديث، هذه القضية، قضية المنتظر الموعود، هي ليس فقط قضية شيعية ولا هي إسلامية، وإنما تتجاوز ذلك إلى بقية الأديان، بل حتى الأديان غير السماوية، حتى تصل إلى المرحلة الإنسانية. بهذا الاعتقاد، بل أستطيع أن أدعي أكثر من ذلك، أنها قد ترقى إلى مرحلة المسألة الفطرية. وهذا ملاحظ في العقائد بشكل عام. كعقيدة الإيمان بالإله، العقيدة الإيمان بالإله هي قضية فطرية في الإنسان. صحيح. حتى لو لم يصل إليه نبي أو رسول أو رسالة، فتجده في لحظة يتعلق قلبه بمسألة البحث عن الخالق. ولذلك رأينا أن بعض الأمم عبدت آلهة مختلفة انطلاقاً من هذه الحالة الغريزية والفطرية عند الإنسان، الحاجة إلى المعبود. فعندما لم يجد المعبود الحقيقي، تراه يلجأ إلى معبود آخر، فعبد الشمس وعبد القمر أو حتى عبد الحجر أحياناً. وهذا كله منطلق من حاجة فطرية موجودة في نفس الإنسان. ولذلك قضية البحث عن العدالة أيضاً هي حاجة فطرية عند الإنسان. نعم صحيح. وكلما وقع الإنسان في الضيق ووقع تحت نير الظلم، تجده يتوق إلى العدالة، يبحث إلى العدالة، يبحث إلى من يخلصه ويحقق له العدالة. وبالتالي هذه القضية كما قلت يعني ترقى إلى المستوى الإنساني والغريزي عند أبعد من الإنساني. إنساني غريزي فطري. يلجأ إليه الإنسان. ولذلك نرى يعني البشارة النبوية ربطت هذا الموعود المنتظر المخلص أيضا بهذا الجانب، أنه يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئ ظلما وجورا. يعني وجود الظلم والجور هو يهيئ نفوس الإنسانية، كل الإنسانية، لكي تتقبل هذا المخلص، لأنها تكون هي في حالة توق وحالة شوق وحالة انتظار لهذا المخلص ليخلصها من تلك الآلام. ولكن كما تفضلتم، بالنسبة للمعتقدين، لمن يعتقد سواء كان من الشيعة أو من بقية المدارس الإسلامية، وكما تفضل سماحة الشيخ والأخوة الذين سبقوني في الحديث، هي عقيدة إسلامية عامة. لا يشد عنها، ترقى إلى درجة الضروريات، حتى قال أشد المتطرفين في المدارس الإسلامية الوهابية أو الفكر السلفي، وصلوا إلى القول بأن من ينكر هذه العقيدة يكفر، لأنها أصبحت ضرورية من ضروريات الإسلام. ولذا على من يؤمن بهذا المنتظر أن يكون في حالة جهوزية دائمة واستعداد وانتظار باللحظات بهذا المنتظر، حتى أنه حين يأتي ويظهر يكون هو مستعد، لأنه كما ورد في تفسير الآية الكريمة، لا ينفع نفس إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل، أنه عندما يظهر لا يكون هناك وقت للتحضير والاستعداد ما لم يكن الإنسان قد هيأ نفسه واستعد مسبقا لنصرة هذا الإمام المنتظر، ليساهم في حركته العالمية لكي ينجز الوعد الإلهي الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في الآيات العديدة، وأشار له النبي الأكرم في الكثير من الروايات. فإذا حالة الانتظار والتأهب لابد أن تبقى موجودة، ولابد أن يبقى الإنسان يبحث ويفتش عن هذا الحق، لأن الإمام سوف يظهر في هذا الطريق، فإذا لم يكن في طريق الحق فلن يقابل الإمام في يوم من الأيام، ويخشى أن يقابله في المقلب الآخر، يعني أن يكون مواجها له كما يقال.
أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سماحة الشيخ حسن. أريد أن أعود إلى ضيفي سماحة الشيخ زهير قصان، ضيفي في الاستوديو. ليس بعيدا عن ذلك، هناك مسألة أيضا نبتلى بها في كثير من المراحل، وهي مسألة الإسقاطات التي تحدث لأي واقعة لأي أمر. هذا الموضوع يكثر الحديث فيه بين وقت وآخر. برأيك هذه الإسقاطات من يحركها؟ هل هي مسألة عفوية بريئة أم أنها تحرك بفعل فاعل؟ وبرأيكم ألا تعطي سلاحا للمشككين الذين تحدثنا عنهم قبل الفاصل، من أجل أن يبثوا يعني علامات الاستفهام؟ قديش بتأثر هذه الإسقاطات على مشروع الإمام المهدي؟ طبعا بالنسبة لهذه المسألة، هي طبعا تنطلق من بعض الروايات الموجودة في تراثنا، نعم، المرتبط بشخصية الإمام المهدي وبعصر ظهور الإمام المهدي، حيث يتحدث في كثير من الروايات عن بعض العلامات التي ترافق ظهور الإمام أو تسبق ظهوره. نعم. ومن هنا نجد منذ الزمن السابق حتى في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام، نعم، هناك من كان يتطلع إلى ظهور الإمام في تلك الأزمنة، نعم، من خلال متابعة بعض العلامات التي ورد ذكرها في بعض الروايات، التي عندما ندقق في كثير منها قد نضعف البعض، وقد نتوقف في قبول البعض الآخر، وقد نقبل أيضا بعضها. فلذلك هذه الروايات التي اشتملت على جملة من علامات الظهور، نعم، فلا بد للإنسان المتابع والتي تتوق نفسه للقاء الإمام، نعم، فلا بد أن يتحين هذه العلامات ويترصدها ليمني النفس بأن يكون العصر الذي يعيش فيه هو عصر الظهور. نعم. هذا قسم. وهناك قسم آخر، نعم، قد يستغل هذه العلامات للتشكيك في قضية الإمام المهدي، لا سيما وتوهين هذه القضية، لا سيما عندما نلاحظ أن بعض الأحداث التي وقعت في الحقب الزمانية السابقة، نعم، والتي مرت فيها بعض العلامات التي ورد ذكرها في الروايات والأخبار المتحدثة عن عصر ظهور الإمام، أو تشبه العلامات، المهم أنه اعتبروا هذه علامات، نعم، البعض من أتباع، نعم، الإمام ومن المعتقدين بإمامة المهدي وأنه سيظهر، فكانوا يعتبرون أن هذه هي العلامات وهي تؤشر إلى قرب ظهور الإمام، أو أننا في عصر ظهور الإمام. طيب لم يظهر، ثم يتمادى الزمن، ثم تظهر علامات أخرى مشابهة لتلك العلامات ولم يسقطونها على الواقع، ونقول هذا هو عصر الظهور، نعم، هذا هو أوان الظهور، ولم يظهر. فمن هنا قد يدخل البعض ليشككوا في هذه القضية، أن هذه القضية لو كانت صحيحة وهذه العلامات لو كانت صحيحة وصادقة، فلماذا لم يظهر إمامكم هذا؟ نعم. ولماذا لم يظهر موعودكم هذا؟ فإذا هذه قضية كاذبة لا أساس لها ولا أصل لها، وأنتم واهمون. فبعض ذوي النفوس الضعيفة قد يتأثر ويسقط أمام هذا الواقع. نعم. ولذلك نحن نقول أن هذه الروايات في كثير منها ضعيف، نعم، ولم تثبت صحتها عند دراستها وأخضاعها للقواعد الحديثية والروائية، نعم، ثم أن هذه حتى الروايات التي صحت منها عندما تحدثت عن بعض العلامات لم تتحدث عن علامات ستظهر في زمان معين، وإنما هذه العلامة قد تكون في هذا الزمن وقد تكون في زمن آخر، فبالتالي لم تتحدث على نحو الحتم، نعم، أنه إذا حصل الأمر الفلاني حتما سيظهر الإمام، وإنما قد يرافق ظهور الإمام مثل هذه العلامات ومثل هذه الأحداث، سواء أحداث سياسية من قبيل مثلا سقوط مملكة معينة أو تهاوي سلطان معين، نعم، أو اندثار حكم معين، أو حصول بعض الظواهر الكونية مثل الخسف أو الزلازل أو أحداث وما إلى ذلك، فيبدأ الناس يربطون هذه الأحداث بزمن ما
ويؤقتون لظهور الإمام، مع أن هناك عدة روايات أيضا وردت عندنا تمنع من التوقيت، بل تبقي الأمر مفتوح لإذن الله سبحانه وتعالى. هو غيب من غيب الله. وكما أكد سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله في كثير من المناسبات عندما يتحدث عن غيبة الإمام وفلسفة غيبة الإمام وسر غيبة الإمام وأمد غيبة الإمام إلى متى يطول وإلى متى يستمر، كان يقول هذا غيب من غيب الله. فكما آمنا بالغيب الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه وجعله سمة من سمات المتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. فمن أهم علامات الإيمان الإيمان بالغيب. فقضية الإمام المهدي أيضا غيب من غيب الله، فلنترك أمر التوقيت، نحن نترقب ظهور الإمام، وعندما نلاحظ بعض العلامات التي ورد ذكرها في بعض الروايات نمني النفس أن تكون هي زمن الظهور، ولكن لا نسمح لها أن تؤثر علينا سلبا فيما لو لم يتحقق هذا الأمر، بل نبقي الأمر لله سبحانه وتعالى، ونحن له منتظرون متأهبون مستعدون لنكون جندا مجندين في خدمة صاحب العصر والزمان. وفي خدمة رسالته، إن قبل أوان ظهوره أو عند ظهوره إن شاء الله. سماحة الشيخ، أنتقل إلى ضيفي من لندن، سماحة الشيخ حسن التريكي. مما لا شك فيه أن مشروع الوحدة الإسلامية هو مشروع إلهي قرآني أصيل، وإذا أردنا أن نراجع التاريخ لا شك أن هناك محطات تاريخية وقع فيها الخلاف بين المسلمين وانقسم المسلمون إلى فرق متعددة. برأيكم مشروع المهدوية، فكرة المهدوية إذا كانت هي فكرة جامعة، كيف يمكن وهل لنا أن نحول حالة الانتظار هذه إلى حالة إيجابية في خدمة مشروع الوحدة الإسلامية؟ نعم، حياكم الله. بداية اسمحوا لي بتعليق بسيط حول موضوع علامات الظهور. أنا دائما في حديثي في مثل هذه المناسبات أنبه، كما تفضل سماحة الشيخ زهير، هناك كثير من الروايات التي تتحدث عن علامات الظهور، وعلى المؤمنين أن يتعاملوا مع هذه الروايات بالرجوع إلى العلماء المحققين الذين يدرسون هذه الروايات فيثبتون منها ما يصح وينفون منها ما لا يصح. هذا أولا. وثانيا، كما ختم سماحة الشيخ أيضا، أنه هناك روايات كثيرة صحيحة واردة عن الأئمة عليهم السلام ترفض التوقيت وتنهى عن التوقيت وتكذب من يوقت، لأننا نعلم أن التاريخ هو عبارة عن دورات، يعني التاريخ سنن تاريخية قد تتكرر وقد تتشابه الأحداث، وبالتالي لا يمكن البناء على هذه الأحداث المتكررة، ولذا تم النهي عن التوقيت. النقطة الثالثة في مسألة العلامات، نحن عندنا علامات ظهور وعندنا عوامل ظهور. المهم الذي يجب أن نركز عليه كمؤمنين منتظرين حقيقيين هو عوامل الظهور وليس علامات الظهور. أحسنتم. وأنا دائما أحاول، يعني إذا في حديثي مع الشباب، حتى أبين لهم الفرق بين أهمية العوامل والعلامات، أقول لهم دائما أن الاهتمام بعلامات الظهور يشبه متابعة المتفرجين للعبة كرة قدم فرضا. المشاهدين المتفرجين يجلسون على المقاعد ويشاهدون ويتابعون فقط، ليس لهم دور في أحداث المباراة نفس اللعبة. ليس لهم دور سوى التفرج والمتابعة، بينما الاهتمام بعوامل الظهور يشبه عمل اللاعبين في أرض الملعب. في أرض كرة الملعب كرة القدم فرضا أو أي لعبة أخرى، هو فاعل في العملية، هو يتحكم بالنتائج ومجريات الحدث. ولذلك المهم أن نركز على عوامل الظهور. ما هي العوامل التي تساعد وتعجل وتمهد لظهور هذا المصلح المنتظر؟ وهذا فيه كلام في الموضوع. سماحة الشيخ، تأكيدا لكلامكم، ولا أريد أن أضيع سؤالي حول موضوع الوحدة الإسلامية وكيف يمكن أن نجير إذا صح التعبير مشروع الإمام المهدي في طريق هذه الوحدة،
تأكيدا لكلامكم، عندما نتابع من يتصدى للحديث فقط عن علامات الظهور فإننا نلاحظ أنه لا يأتي أبدا على ذكر عوامل الظهور وقواعد مشروع الظهور والأسس التي سينطلق منها. أحسنتم. موضوع الوحدة الإسلامية سماحة الشيخ، تفضلوا. نعم، موضوع الوحدة الإسلامية كما ذكرنا سابقا أن هذه القضية هي قضية إسلامية جامعة، نعم، ترقى إلى درجة الضرورة، أن تصبح ضرورة من ضرورات الإسلام، ولا يوجد مدرسة ولا مذهب لا يؤمن بظهور ومجيء هذا المهدي المخلص المنتظر من ذرية النبي، من أبناء علي وفاطمة في آخر الزمان. نعم. بل اتفقوا حتى على اسمه، وأن اسمه محمد كاسم النبي صلى الله عليه، نعم، وآله. وإن جاءت بعض الروايات التي حاولت أن تشوه، لأن هناك تيار للأسف بدأ من بدايات الإسلام وهو المرتبط بالسلطات الحاكمة عبر التاريخ، هي التي كانت تخشى من هذا الإمام المنتظر، وكلما تقدم الزمن زادت الخشية منه، فعملت على التلاعب والدس وتشويش على هذه الفكرة، بأضافت بعض الأحاديث المكذوبة بأن اسمه أبيه كاسم أبي، وأنه من ذرية الإمام الحسن، وكما تفضل سماحة الشيخ زهير سابقا، هذه فيها أبحاث تثبت بطلان هذه الأفكار. وبالتالي هذه الفكرة هي فكرة إسلامية جامعة، لكن الخلاف في تفاصيلها، الخلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام وبقية المدارس هو الخلاف في التفاصيل، أما الخطوط العامة فهي مشتركة بين الجميع، ولا نختلف في الأهداف سماحة الشيخ. نعم، والكل يجمع أن هذا المنقذ المنتظر يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأن وعلى يديه يتحقق الوعد الإلهي، نعم، للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما وعده بأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. على يد هذا المصلح المنتظر سيظهر هذا الدين ويملأ الأرض عدلا وقسطا، ويحكم بدولة عادلة عالمية تحكم كل الكرة الأرضية، وينضم تحت لوائها كل البشرية، تنضم تحت لوائها. واليوم نحن نرى هذه الإرهاصات، ما يجري في العالم اليوم من ظلم وتعدي وانحراف عن الأديان والأخلاق، بل حتى انحراف عن المسيرة الإنسانية والأخلاق الإنسانية، وانتشار الظلم والفقر وهيمنة القوى الكبرى والجوع الذي ينتشر في الشعوب، كل هذا يهيئ البشرية جميعا إلى أن تتوجه للبحث عن العدل والعدالة، وانتظار من يأتي ليأخذ بيد هذه البشرية إلى بر الأمان إن شاء الله. سماحة الشيخ حسن الطريكي، مدير منتدى الثقافة والإعلام الإسلامي في بريطانيا، كنت معنا من خلال هذه الإطلالة المشرقة الطيبة من لندن. شكرا جزيلا لكم. شكرا، حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. سمحت الشيخ، سوف نتوقف معكم والمشاهدين والمستمعين مع هذا العرض لكتاب يتحدث عن مسألة المهدي، ونعود إلى الحوار. عنوان الكتاب: علامات الظهور بين حلم الانتظار ووهم التطبيق. دار النشر: المركز الإسلامي الثقافي. المؤلف: سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. رسالة الكتاب: يقدم الكتاب منهجية جديدة للتعاطي مع قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلامات الظهور من موقع نقدي وإسلامي أصيل، ويركز على اللغط والجدل والتشويه والتوظيف لقضية علامات الظهور ومحاولة تطبيقها على واقعنا المعاصر، والاستنتاج من ذلك أن عصرنا هو عصر ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. كما ويتضمن الكتاب عدداً من المواضيع وأبرزها علامات الظهور والقراءة الإسقاطية، إلى جانب عرض نماذج منها. مقتطف من الكتاب: من مسؤولية الخطاب الإسلامي أن يكون دقيقاً وحذراً في طريقة استحضار القضية المهدوية وتعاطيه معها،
فاستحضار هذه القضية من زاوية علامات الظهور فقط وما يستتبع ذلك من انشغال برصد تلك العلامات ومحاولة إسقاطها على الواقع هو اختزال لهذه القضية واجتزاء لرسالة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. إن علينا أن ننشغل بما هو تكليفنا ومسؤوليتنا في إقامة العدل وإحقاق الحق، وبذلك نمهد للمهدي المنتظر بدل أن نستغرق في أمور لا علاقة لها بتكليفنا ولن نسأل عنها. فشروط ظهور الإمام المهدي بأيدينا وهي تكليفنا، أما العلامات فليست من صنعنا ولا دخل لنا في تحققها، وتحقيق الشروط يعني الانخراط عملاً في تهيئة المقدمات وإعداد الأجواء والظروف التي تساعد على ظهوره، لأنه لن يظهر إلا إذا مهدت الأرضية الصالحة لتقبله وتقبل مشروعه التغييري والتحرري. عامل والجمهور. سماحة الشيخ، من خلال هذا العرض وهذا الكلام لسماحة الشيخ حسين الخشن عن موضوع الإمام المهدي، هناك سؤال يعني أو سؤالان خطرا ببالي وأريد هيك أجوبة سريعة لأنه معنا 3 دقائق فقط. موضوع الانتظار، عندما نتحدث عن الانتظار هناك انتظار إيجابي ولكن هناك انتظار سلبي. كنا نسمع بعض الأحيان أنه ليس يجب علينا أن لا نتحرك، أن لا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن نعطل هذه الفريضة من أجل أن نقرب ظهور صاحب العصر والزمان. إذا بدنا نحسن الظن منقول هذا فهم ساذج لدى بعض الناس، ولكن إذا ما بدنا نحسن الظن، في ناس تعمل على هذه الفكرة من أجل أن تنشر الفساد. بالنسبة لهذه الفكرة البعض ينطلق من خلال الروايات التي قالت بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه سيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. طيب إذا كان هناك فسحة من الصلاح والعدل إن صح التعبير وشيء من العدل والقسط في بعض جوانب الحياة، فإذا قد يعتبر البعض أن هذا معوق لظهور الإمام لأن الأرض بعد لم تملأ ظلما وجورا. في الحقيقة إن أحسننا الظن كما تفضلت نقول هذا فهم خاطئ، لأن هل المراد بملء الأرض فسادا بأن لا يبقى للصلاح مكان؟ أي مكان للصلاح والعدل والقسط وما إلى ذلك، أن لا يبقى أي محل للخير، أن لا يبقى أي زاوية للمعروف، حتما ليس هذا هو المراد. وإنما المراد بملء الأرض ظلما أو امتلاء الأرض ظلما وجورا، أي أن جانب الظلم وجانب الفساد وجانب الانحراف هو الغالب وهو الطاغي على المنظومة السياسية الحاكمة، المنظومة الاقتصادية، المنظومة الفكرية، المنظومة الثقافية، المنظومة التربوية الاجتماعية. وإذا ما أمعنا النظر في واقع العالم ليس في واقع بلادنا الإسلامية فحسب، واقع العالم، فهذا المعنى متحقق وموجود. غايته أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف نعبر عنه بالإمام المنتظر. هون خليني أسأل السؤال الثاني مولانا، لأنه أنا نختم شو يعني معنا دقيقة أو دقيقة ونص بهالحالة، هل نحن الذين ننتظر الإمام أو أن الإمام هو الذي ينتظرنا؟ كلانا منتظر. الإمام ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى وإذن الله بالخروج، وينتظر العوامل التي تحدث عنها سماحة الشيخ التريكي وأشار إليها سماحة الشيخ حسين خشن في كتابه، أن هناك شروط للظهور، هناك عوامل للظهور، هناك مشروع لابد أن يجد أرضية وجمهور يتقبل هذا المشروع. لأن كل مشروع لا يكتب له النجاح إلا إذا توفرت 3 عناصر: نفس المشروع وما يتقوم به المشروع وما يشتمل عليه من عناصر، حامل المشروع وأن يكون صادقا مخلصا مصانا من كل زيف ومن كل ريبة، والجمهور الذي سيتلقى ويتفاعل مع هذا المشروع. فنحن علينا أن نهيئ أنفسنا لنكون الجمهور المستعد والمهيئ والقابل لتلقي هذا المشروع والتفاعل معه، حتى نساهم مع الإمام ببناء دولة العدل الشامل. فنحن ننتظره
وهو ينتظرنا في الآن نفسه. فكلانا ينتظر حتى تحين اللحظة المناسبة لننطلق في تحقيق الوعد الإلهي الحتمي. أمين يا الله. وهو قيام مشروع الله سبحانه وتعالى، مشروع العدل الشامل في كل الأرض، حتى تمتلئ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. طبعا هذا الكلام مسك ختام سماحة الشيخ. نسأل الله تعالى من هذا الموقع الذي ختمتم من خلاله أن يثبتنا على الحق، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهيئ لنا أن نكون من أنصار هذا الإمام المفدى. وندعو مع الداعين: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. سماحة الشيخ زهير قصان، مدير حوزة المعهد الشرعي الإسلامي، شكرا جزيلا لكم، شكراً لكم على هذه المشاركة الطيبة. الشكر موصول إلى ضيفي من الجمهورية الإسلامية في إيران، مدير رابطة الحوار الديني للوحدة، سماحة الشيخ غريب رضا. أيضا الشكر موصول للصديق العزيز سماحة الشيخ حسن التريكي، مدير منتدى الثقافة والإعلام الإسلامي في بريطانيا. الشكر الكبير لكم مشاهدين على هذه المتابعة. نلقاكم بعد شهر رمضان إن شاء الله. السلام عليكم، وكل عام وأنتم بألف خير.